رودريك عائل يخترق بيعطي جوليان خز ممكن يعدل الارقام والارقام متعادله بمر للخزو عند وان كمان لجوليان خزو السرعة اللي تحرك فيها كوينسي على السلة لصالح فريق شوبين بفرق نقطة جوليان خزوه بسدد المسافة المتوسطة وبسجل نقطة الثامنة بداية ممتازة جدا بيخترق بيعطي جوليان خزوه بسدد على الارك لا 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 ما معقول اليوم خزوه 11 كوينسي كمان بيخترق بفضيلة جوليان جوليان بسدد على لا 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 مش معقول شو ايام اللعب روديك عائل بيخترق بيعطي جوليان يلي بيسدد على لا 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 ما عم صدق شو عم بيعمل يخترق التسديده كانت فاشله وجوليان خازوه جوليان 19 لدي شان سيمز دي شان طبعا كبروف جوليان خازوه كمان بيسدد على لا 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 مش معقول يا جوليان خازوه محمد ابراهيم ومحمد ابراهيم بضيع المحاولة الا انه اليوم في لاعب اسمه جوليان خزوه صعب جدا يتوقف 24 نقطة لجوليان 8 ريباونز و2 بلوك شوت بسجل نقطة ال 25 جوليان خزوه يلي بغير اللوك يعني كثير قاصد الشعر الي بمرر لجوليان يلي بسدد على الارك يا خزوه يا خزوه الخامسة لجوليان تحت السلة ذكية كتير تمريرتك يا عائل ذكية تمريرة العائل بسجل الثاني العائل بآخر الهجمة بوصلها لجوليان الخزوع بسدد على لا لا القصم أسرع كتير اليوم يخترق السلة بمرر لرودريك العائل للخزوع هل رح تكون السابعة 7-3 بوينت لجوليان خزوه ديشان بمر لجوليان من المسافة المتوسطة النقطة ال40 40 نقطة